لكن دايما البدايه بتكون باهم وابرز العناوين. نشوف. في ترند الاهلي، الاهلي يصطحب جميع لاعبيه لمونديال الانديه. الفريق الاول يبدا الاستعداد لبيراميدز غدا. اما في الترند العالمي، صلاح لاعب الشهر في ليفربول. طيب، مباريات كتير النهارده في كره اليد وكاس العالم اللي بيقام في مصر، هذه البطوله الرائعه سواء من الجوانب التنظيميه او الجوانب الفنيه، وبالتحديد كمان منتخبنا الوطني اللي ماشي بشكل اكثر من رائع. نتمنى له كل التوفيق تحديدا في مبارياته المقبله كمان عشان يتاهل للادوار المقبله. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكن خلينا نقول لحضراتكم المباريات النهارده ايه في كاس العالم لكره اليد. تونس مع الكونغو الديمقراطيه، دي مباراه ابتدت الساعه 4:30 في نفس التوقيت. في ايضا مباراه ما بين اوروجواي واسبانيا الساعه 7. في ثلاث مباريات، قطر مع البحرين، الارجنتين مع كرواتيا، بولندا مع المجر. والساعه 9:30 في ماتشين، اليابان مع الدنمارك والمانيا مع البرازيل. ده فيما يتعلق بمونديال كرة اليد في القاهرة أو في مصر تحديدا يعني. طيب، فيما يتعلق كمان بمباريات كرة القدم، وفي عدد من المباريات سواء في الدوري المصري أو الدوريات المختلفة. النهارده مباراة وحيدة في الدوري المصري، مباراة مهمة انطلقت منذ لحظات ما بين أسوان والزمالك، والتعادل ما زال سلبي 0-0. أما وكان في كمان مباراه غزل المحله والاسماعيلي وانتهت بالتعادل الايجابي 2-2 عشان يتأزم موقف الفرقتين، ودي مباراه كانت الساعه 2:30 تحديدا، بخلاف طبعا مباراه الزمالك واسوان اللي ابتدت خلاص. طيب، خلينا كمان نروح للدوري الانجليزي. مباراه وحيده النهارده ما بين استون فيلا ونيوكاسل، دي هتكون الساعه 10 بالليل. الدوري الاسباني اربع مباريات، هويسكا مع فياريال مباراه بتتلعب، اشبيليه مع قادش الساعه 5:15، ريال سوسيداد مع ريال بيتيس الساعه 7:30، وساعة 10 بالليل ديبورتيفو ألافيز مع ريال مدريد، مباراة مهمة جدا لريال مدريد في ظل غياب زين الدين زيدان بسبب إصاباته بفيروس كورونا، ربنا يشفيه ويعافيه. مباريات الدوري الإيطالي، روما مع سبيزيا، دي مباراة بتتلعب في هذه اللحظات، ما زال التعادل السلبي بدون أهداف. ميلان مع أتلانتا وأدونيزي مع إنتر الاثنين الساعة 7. والمباراة الأخيرة في الدوري الإيطالي هتكون ما بين فيورنتينا وكروتوني، دي هتكون الساعة 10 الا ربع. دي اهم وابرز المباريات في الدوريات المختلفه، بالتحديد فيما يتعلق بكره القدم صاحبه الشعبيه الكبيره حول العالم. لكن تفاصيل اكتر هتكون معانا بالتحديد بعد ما نروح للفاصل ده ونرجع مره ثانيه. استنونا.